بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر نكشف لخيبة نداء مصر بعد حكم محكمة بعزة الكشف. طبعا كان كل القائمة كنا قدمناها، كان أول قائمة اتقدمت في الجيزة 45 أصلي واحتياطي، لكن بعد حكم المحكمة اضطرينا إن احنا كنا نكشف من جديد. فالنهارده إن شاء الله جميع أعضاء القائمة يكونوا اتهموا بالكشف، وإن شاء الله نقدم أخطاء الكشف بكرة في المحكمة الصبح، وتبقى احنا أول قائمة فعلا خلصت ورقها، وإحنا حصلنا على رقم واحد رمز الحصان، وأتمنى التوفيق من ربنا. طب بالنسبة للقائمة اللي هتتقدم بكرة، قائمة جنوب ووسط الصعيد احنا مقدمين القائمة أصلا، لكن هنقدم الاختيارات بس، اختيارات الكشف يتم بجنوب. طب بالنسبة لبقية القوائم الأخرى؟ بقية القوائم إن شاء الله برضه بكرة هنقدم القاهرة وإسكندرية. طب ممكن نعرف أبرز المرشحين اللي على طبعا معانا مشاهد عبد الحميد وزير العدل السابق، ودكتور محمد شكري ندى أستاذ في الجامعة الأمريكية، هو عبد الله رشوان، هو عبد الهادي رشوان، هو صبري صاج نائب رئيس نادي الزمالك السابق، استاذ لا العقل مساعد وزير العدل السابق، معانا استاذه ليلى برضو رئيس المجلس القومي للمرأه، مع دكتور احمد الصعيدي، معانا يعني شخصيات كثيره جدا، معنا هلا عبد العزيز الإعلامية المعروفة، معنا الفنانة أمان الأجوب، معنا جمع كبير الحمد لله. تمويل ذاتي بيتم توزيعه على جميع أعضاء القائمة، بحيث إن نجمع نفس المبلغ القانوني اللي اتحط في القائمة اللي هو 7.5 مليون، ونلتزم بكل الأمور القانونية، وطبعاً ونلتزم بالحد الأقصى للإنفاق زي ما قلنا. يعني ما فيش أي تمويل خارجي، كله تمويل ولا داخلي ولا خارجي ولا داخلي. احنا عملنا كشف طبي بصعوبة. طب بالنسبة يا فندم للتأخير أوراق القائمة، هو إعادة الكشف الطبي فقط ولا في أي؟ لا، إعادة الكشف الطبي طبعا هو كان يعني قرار جه في توقيت قاتل، وحملنا بأعباء مالية ضخمة، وحملنا في نفس الوقت جهد ووقت، وكنا احنا أولى بيه في تنظيم نزولنا للانتخابات، لكن الحمد لله احنا قدرنا ان احنا يعني نكشف لكل الناس.